السلام عليكم. انا زغيديدا محمد، مطريقي 185. تعرضت لواحد الظلم، ظلما وعدوانا، وانني من العشره الاوائل اللي تيخدموا، ما عمري سني حتى افيرتيسمون، ما عمري حسن السيره ديالي، عندي تدرج العقوبه ديالي، ما عمري سنيت، ما عمري حتى شي حاجه، ظلما وعدوانا. وهاد الناس، هاد الشركه هادي فرنسيه، مؤازره ديال المغاربه ديالنا بما فيهم بلا ما نسميهم، راهم ما عارفين شكون معنيين بالامر. وانا من هذوك الناس اللي طردوهم ظلما وعدوانا، 10 سنين ديال الخدمه، ما عمري سنيت لا افيرتيسمون لا والو، والطرد اللي وقع ليا لصقوا لي تهمه، ونفس التهم هما خداوهم الناس، وخداو عقوبات ديال 8 ايام ميزابي، وانايا تم الطرد ديالي مباشره ظلما وعدوانا. هاد التهم قالوا لك انا بانني عاطي باج ديالي لشي حد، رغم انهم ما عندهم لا محضر لا باج ديال السيده لا والو، ما وراوني والو. حتى الطرد ديالي جا عن طريقه ما فهمتش انا لدابا، رغم انني وصلت معهم للمحكمه، لانهم تيقولوا لك بانهم عندهم تدخلات عليا وعندهم تيديروا ما بغاو. والدليل على هذا نفس الحاله اللي وقعت ليا، هاي وقعت لجوج ديال الناس مؤخرا، وغير هذه يومين وقعت لواحد السيد نفس الكار اللي قالوا لي انايا، اعطاه 8 ايام ميزابي، وانا تم الفصل ديالي ظلما وعدوانا. هكذا كيفصلونا ظلما وعدوانا، علاش؟ لانها شركه فرنسيه، تيقولوك شركه فرنسيه عندها لو بوفوار هنا في المغرب، تدير ما بغات. وزيد عليها بان المغاربه ديالنا مسؤولين حتى هما، تيساعدوهم في هادشي هذا. ظلم اللي عنده شي حساب مع شي حد تيدير اللي بغى. انا قلت لهم عطيوني غير حاجه وحده من الخرق اللي درت، رغم مده ديال 10 سنين ما عمري سني حتى افيرتيسمون، كيفاش غادي يتم الفصل ديالي بدون سبب؟ ونفس الحاله اللي قالوا لي انا عليها، هما نفس الناس، كاينين اشخاص واش نسميهم، راهم عارفينه. والحال والدليل على هذا هي اخر حاله ديال هذه يومين، تم عطاو السيد 8 ايام ميزابي. وعلاش انا بغيت نعرف علاش انا تم الفصل ديالي، رغم انني ما عمري سنيت حتى افيرتيسمون.